يعني دي حاجة من إيجابيات الحرب اللي احنا شفناها. الحمد لله طلعتنا من الأجواء الصدمة وأجواء الضرب والأصوات الزخيرة. وهنا احنا من جينا هنا كنا مصدومين صدمة شديدة. يعني الحمد لله الأيام الأولى وشهور الأولى في الزراعة ومع الأهل شوية نفسياتنا اتصلحت كثير. فكمية الأرض المزروعة كانت في 2020 400 فدان، من 1400 تغلصت ل 400 فدان. الحرب أثر معانا وأثر على السودان كله، وبصفة خاصة أثر علينا نحن في مساوي وعلى مشروع مساوي. يعني مشروع مساوي ده زي ما قلت لك المزارعين فيه مزارعين بساط بيعتمدوا على اليد العاملة، وكنا بنعتمد على التومين وعلى البنوك. والحرب دي وقفت أي حاجة، حتى البنوك وقفت ما زي زمان، حتى لو داير تومين ما بيدوك زي زمان. المنظمات الحكومية الكاد بتدعمنا بقت ما زي زمان. ال 12 ساعة في اليوم دي الطاقة الشمسية بتزقي في اليوم، في الصيف بتزقي فدانين، في الشتاء بتزقي زي فدان ونص. فالطاقة الشمسية ممكن خلال أسبوع تزقي لك من 10 ل 12 فدان البيرة الواحدة.